فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت هذا نشيد حماة الحمى التونسي، النشيد الوطني الذي نفتخر به جميعا. حلقة جديدة أعزائي المشاهدين من ملاعب وأهداف، مني أنا سمير كنعان، من هنا من قلب فلسطين وإلى تونس تحديدا. المنتخب التونسي الملقب بنسور قرطاج صاحب المركز 30 على العالم في التصنيف الدولي يدخل كأس العالم مونديال فيفا قطر 2022 في مجموعة صعبة جدا فيها حامل اللقب الديوك الفرنسية والمنتخب الدنماركي العنيد والمنتخب الأسترالي الكونغر الأسترالي المعروف بالقوة البدنية. مجموعة صعبة جدا، ولكن المستحيل قد يكون ممكنا إذا لعب التوانسة على نقاط القوة ونقاط ضعف الخصوم. البداية كانت منذ 1978 في مونديال الأرجنتين ضد المكسيك تحديدا، وتأخر التوانسة بنتيجة 1-0، ولكن عادوا بالجرينتا بالقوة بثلاثة أهداف. كان هذا أول فوز عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم. ثم كان التعادل مع إنجلترا 0-0. هذه النتائج المشرفة التي جعلت الفيفا يقتنع بأن القارة السمراء أفريقيا تستحق مقعدين وليس مقعدا واحدا في ذاك الزمان. ثم صبر التوانسة إلى 1998 وكانت مشاركة أخرى في مجموعة قوية، خاصة كان فيها كولومبيا مع فالديراما العظيم، وكان فيها إنجلترا مع ألان شيرر، ورومانيا مع جورج حاجي وما أدراك. واستمر الظهور التونسي في مونديال 2002 و2006، يعني ثلاث مشاركات متتالية 98 2002 و2006. بكل أسف لم يكن فيها أي انتصار، كان في تعادلات خاصة مع بلجيكا بهدف رؤوف بوزيان، ولكن الفوز انتظر حتى 2018 مونديال روسيا مونديال الثلج بالفوز على بنما. ويبدو أن التوانسة متعودين يفوزوا على دول الكونكاكاف. هذه المرة تونس تواجه ضيفا من أستراليا، القارة الصغيرة أصغر قارات العالم التي انضمت إلى آسيا، ولكن مفتاح التأهل إلى دور 16 وهو الإنجاز الذي ينتظره كل التوانسة وننتظره جميعا بإذن الله سيتحقق في مونديال قطر إذا استطاعت تونس أن تقدم مباراة قوية جدا في الأداء والنتيجة أمام الدنمارك في افتتاح مبارياتها في كأس العالم. وسيكون مفتاحه هو فوزها على أستراليا في الجولة الثانية، لأن الجولة الثالثة حتكون هي الصعبة مع منتخب فرنسا. وخلينا نحكي بالبلد شوية، فرنسا بتخاف من شمال أفريقيا، من عرب شمال أفريقيا ومن أفريقيا بشكل عام، لأنه أصلا منتخب فرنسا عبارة عن كوكتيل أفريقي، وبالتالي الثقافة واحدة، وشمال أفريقيا مع فرنسا كلهم في حوض البحر المتوسط مش بعاد، وعارفين بعض وفاهمين بعض. فعرب شمال أفريقيا حافظين المنتخب الفرنسي والدوري الفرنسي كأنه دوريهم، ولكن العكس ليس صحيحا. فرنسا مش حافظة لاعبين تونس والمغرب والجزائر، وبالتالي فرنسا بتخاف منهم كتير. المشكلة ستكون في القوة الجبارة الهائلة لهذا المجنون مبابي. مش عارف مين في تونس حيوقف مبابي. اعمل نفسك ميت. الله يعينهم على هذه المباراة، وأتمنى تكون تونس ضمن التأهل قبل مواجهة فرنسا، لأنه من أهم نقاط ضعف تونس حاليا مفيش باك قوي جدا على الجبهة اليمنى. نقطة 2، حراسة المرمى سيئة جدا، عندنا مستوى حراسة المرمى في تونس سيء جدا بصراحة. لو استعرضنا كل عمالقة العرب حتلاقي تونس آخر فريق في عمالقة العرب في موضوع حراسة المرمى، بل حتى انه في منتخبات عربية اقل كتير من تونس لديها حراس مرمى اعلى من حراس مرمى تونس. وبكل أسف تونس حتى الآن لا تمتلك المهاجم القناص. أوكي الجزيرة على عيننا وراسنا، وهبي الخزري، يوسف المساكني، لكن مهاجم قناص اللي من هجمة واحدة ممكن يخطف المباراة، أعتقد أنه هذا الموضوع صعب كتير، وإن شاء الله يكون موجود. طيب يا كابتن، بديت أنت بتفاؤل لتونس والآن بديت تحكي نقاط سلبية وأنه الموضوع صعب كتير. لا، في نقاط قوة. أولا الجانب البدني في الالتحامات تحديدا، تونس أعلى من الدنمارك وأعلى من فرنسا. يعني لو قدرت تونس تجر مباراتها أمام الدنمارك وفرنسا إلى معركة جسدية بدنية والالتحامات في خط الوسط، أعتقد أن تونس ممكن تعمل حاجة. لكن هذا السلاح لا ينفع مع أستراليا، أستراليا اللي أصلا واحد فيهم عامل زي البرج، وبالتالي في المعركة الفنية هي اللي حتكون الفيصل لتونس أمام أستراليا. من المزايا المنتخب التونسي أنه لو استعرضنا مشاركاته في كأس العالم مش حلاقي سقطات كبيرة، سقطات اللي تسمى فضيحة. يعني في منتخبات عربية تلقت ضربات وأرقام كبيرة في الأهداف، ولكن تونس عندها صلابة دفاعية كويسة في كأس العالم. وبالمناسبة تونس في مونديال 78 عملت سكور رهيب،
انه فارق الاهداف بلس واحد لها، فارق الاهداف المسجله والمتلقاه، وهذا سكور رهيب جدا لم يفعله احد الا المغرب في مونديال 86. التوانسه طبيعتهم منتخب لا ينجرف هجوميا، بيلعب مباريات تكتيكيه كلاسيكيه، يعني عندهم شويه الخبث الايطالي، خلينا نسميها بلغه اخرى توانسه بيسموهم منتخب ايطاليا العرب. نقطه قوه للتوانسه الكرات العاليه، في الكرات العاليه اعتقد بيتفوق لاعبي منتخب تونس على لاعبي الدنمارك ولاعبي فرنسا ولكن استراليا، فعشان هيك بنحكي ان شاء الله الجانب الفني يكون اعلى للتوانسه امام استراليا، عشان موضوع الكرات العاليه موضوع التحامات البدنيه مش حينفع مع الناس. يقال بان اهل مكه ادرى بشعابها واهل تونس ايضا ادرى بشبابها، عشان هيك شايف انه الناخب الوطني التونسي هو الافضل لقياده نسور قرطاج. يعني شفنا هنري ميشيل وكاسبر جاك ما عملوش نتائج في كاس العالم، ولكن عبد المجيد شتالي طيب الذكر في مونديال 78 عمل بطوله مشرفه، ايضا نبيل معلول في مونديال 2018 عمل بطوله مشرفه. فاعتقد بان جلال قادر ان شاء الله قادر على انه يكون اسما على مسمى ويشرف منتخب تونس في كاس العالم 2022. ولكن الهاجس المعنوي النفسي السلبي الذي يؤرق التوانسة ويؤرقنا احنا شخصيا هو تهديدات الفيفا بحرمان تونس من كاس العالم. كيف يا كابتن معقول؟ صحيح الفيفا تتعامل بصرامة كبيرة مع تدخل الحكومة في كرة القدم وفي الاتحادات الرياضية. نتمنى أن الأمور تخلص بسرعة وتتم تدارك كل الأشياء السلبية قبل الخوض غمار كأس العالم، عشان بإذن الله نلاقي نتيجة من أفضل المشاركات العربية في تاريخ المونديال. كل التحية من هنا من قلب فلسطين إلى تونس وشعبها وإلى كل العرب والمنتخبات العربية التي شاركت والتي لم تشارك في كأس العالم. السلام عليكم.